السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راهي عندنا خرجه باذن الله تعالى لاعلى منطقه وهي بجبل زكار اكيد ويا الرياشة. اليوم الخرجه راهي انا وخونا حسين وخونا امين. السلام عليكم. حسين كلمه ولا غير؟ ماشي نقول لكم ان شاء الله تكون ان شاء الله اليوم ان شاء الله تكون جوله في الشباب. وجديد على الجوله تاعنا اليوم هو انه المسار راح يتبدل. المسار هذا اللي كنا نجوزوا عليه من قبل راح يتغير باذن الله. نوصلوا لهنا الخيام براس كما يقول الحاج بوركيزه، ومن ثم ندورو اغوش فوق مليانه وهي منطقه ولا الوالي صالح هذاك اللي يقولوا له سيدي عبد القادر. هكذا سيدي عبد القادر. من سيدي عبد القادر ان شاء الله نتجهوا مباشره على قمه وهي الرياشه. احنا نخلوكم وانتم ما تروحوش بعيد، قعدوا معنا حتى اللافه وتشوفوا غير جديد في الخرجه تاعنا تاع اليوم. نخليكم ونقول لكم السلام عليكم. حسين عطينا شنو المنطقه اللي انا فيها؟ شحال مازلنا في الطور؟ مازلنا واحد 20 20 بلاصه اللي انا فيها تسموها؟ هذه بلاصه يقول لها اسمها تاع خيام براس. انا بخيام براس. الجماعه نكملوا باش نربحوا الوقت. كما راكم تشوفوا المنطقه كامل راهي محروقه. الحمام راهي تحت. الصائفه هذه اللي فاتت. مساحة كبيرة ومساحة شاسعة من الغابات تم إحراقها، ربي وكيلهم اللي كان السبب. المهم احنا ما نطولوش عليكم، نزيدو نكملو الطريق تاعنا. تبعوا معنا جديد حتى الله فان شاء الله ما تروحوش بعيد.
من بعد ما فطرنا الحمد لله ريحنا شربنا اتايات دوك راهي الرابعه لازم نهبطوا خونا امين شويه طريق طويله باش يوصل الجي. يعطيكم الصحه. اي بلمزيه واش رايك خونا امين في خرجه ما شاء الله ريشه شكل ريشه ما شاء الله ما شاء الله ريشه ما شاء الله. نصحوا خوتنا باش يزوروا هذا المكان، مكان هادئ يعني مكان هادئ ومرتفع لحوالي وخاصة يحافظوا على النظافة تاع المكان. النظافة ما كاينش حاجة قد النظافة، حنا جينا لقيناها الله يبارك نقية ما شاء الله. إن شاء الله اللي تجي مورانا ثاني نصيبها نلقاها نقية، ميم طو حنا خليناها لهم هكذاك. دوكا نهبطوا رانا في لافوري نوار الغابة السوداء. طابط طابط البشر واخيرا الحمد لله كملنا الخرجه تاعنا تاع اليوم اللي فيها 20 كيلومتر مشيا. الحمد ربي كي رحنا بخير ورجعنا بخير. وانتم ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ولا ما عجبكمش كيف كيف هكذا لا لا واحد يكون واقعي الحسين كلا اللحم في الرماد حسين قول من اللحم تاع الرماد مليح اللحم تاع الرماد ماشي باحة سمعتوا كي قلت سمعتوا واش قال يبا خلوكم ما شاء الله وقرعونا ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله هيا خلوكم والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.